هكذا تواصل ليستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ليأتي شوط جديد من أشواط هذا اليوم وتحديات هذا الصباح المميز والجميل. نسير مع هذه الانطلاقة، نسير مع هذه الاندفاع في شوطنا السادس. كما نذكر بأن الدانة لسعيد بن راشد بن مسلم العمري صاحبة التوقيت الأفضل 4:24 وتسعة أجزاء من الثانية صاحبة ثالث أشواط هذا الصباح. تهانينا لأبو عمر على هذا الفوز. هكذا ينطلق شوط جديد من أشواط هذا اليوم مباشرة مع المركز الأول والصدارة الأولى والمقدمة الاتحادية عمار بن سيب بن مرهون المعمري، بينما المركز الثاني سرابة لأحمد بن عوض بن سعيد النيادي. المركز الثالث القدوم في ثالث المراكز، بينما ناخذ المركز الرابع في هذه اللحظات القادمة مشكورا مبارك بن محمد بن ناصر بن حسين بن ضبعان. نعود هناك من خلال هذه التحديات والوصول الجديد هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة المميزة هنا من خلال هذه الاندفاعة وهذا التحدي الجميل. وأيضا وصلت في هذه اللحظات هذه أبعاد كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري، وصل مع أبعاد يتقدم، بينما هناك القادمة في هذه اللحظات زاخر عمر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. وصل العامري في هذه اللحظات أخذ المركز الثامن. المركز التاسع أيضا تقدمت في هذه اللحظات هذه مرضية سعيد بن راشد بن مسلم العامري، ولكن شوفوا الدخول، شوفوا الوصول القادمة هذه الضبية عبد الله بن عيسى أبو فنوشة المنصوري وصل. هذا هو ندانا، نعود ونتجول إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول للاتحادية عمار بن سيب بن مرهون المعمري، من قدم لنا سرعة في الشوط الأول أيضا في منافسة قوية وأيضا أداء متميز، حصلت على المركز الرابع في الشوط الأول أيضا، يبحث عن نقطة من عاصمة الميادين ليهديها أبناء ميدان صحم هناك بسيحة طيبات بالسلطنة. أيضا المركز الثاني أبعاد كردوس بن محمد بن سالم العامري. أبعاد أنتم ولا قريبين يا كردوس، أحد الشعارات العملاقة والغنية عن التعريف. المركز الثالث الله، وصل بو فنوشة مع الضبية، الضبية 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 عبد الله بن عيسى أبو فنوشة يتقدم، بينما هناك أيضا زاخر عمر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. أهالي أيضا البوابة 11 قادمين بكل قوة، بينما اللي تدخلت هناك هذه خطيرة، هذه دلمة عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري، راعي الطير العامري وصل 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 وصل، دائما يقدم الجديد، دائما يقدم المفيد. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يصل على ظهر مراسيل، يتقدم مع مراسيل. الله، حلوة المنافسة، حلوة المنافسة والمتعة. بن بدر حرك، بن بدر بدأ يغزو المركز الأول وأيضا يتقدم من خلال هذا التواجد. وهذه يا زاخر عمر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري، بن بدر العامري على المركز الأول. المركز الثاني دلما عبد الله بن غصاب راعي الطيرة، وصلت أيضا وصلت مراسيل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، أرصدوا القادم. وصلت أيضا مرفوقة حمود بن علي بن سعيد الوهيبي وصل، ولكن بسم الله بسم الله ما شاء الله، ممثل السلطنة يقدم الجديد، يقدم المفيد. سلام إلى من جم السبق، سلام سلام إلى أبو محمد، سلام سلام إلى أبو سيف، سلام على هذا الفوز. تهانينا الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز مع مراسيل، مع مراسيل، مراسيل تقدم الناموس لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي والإخوان الكرام على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز، هذه اللي فاجأتنا في الأمتار الأخيرة، هذه مرفوقة حمود بن علي بن سعيد الوهيبي. المركز الثالث أيضا شعار بن بدر العامري في ثالث المراكز مع اللي هي زاخر عمر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. المركز الرابع، المركز الرابع دلما عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري. المركز الخامس، وصلت المركز الخامس ودخولها مفاجئ عرايك مبارك بن حمد بن علي الي ديلي. سلاماتنا إلى أبو محمد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، تهانينا
لمحمد بن سالم الوهيبي الداعم الرسمي لهذا الشعار والمؤسس القاعدة الكبيرة من أبناء في عالم سباقات الهجن. سلام إلى أبو حمد سلام حيث قطعت المسافة 4 دقائق 25 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز مراسيل وتهانينا لمحمود بن محمد بن سالم رعي الذيبة على فوز مراسيل. المركز الثاني مرفوقة قدمت عرض رائع وشيق للأمانة. تهانينا والناموس 4 دقائق 30 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لمالك أيضا مرفوقة حمود بن علي بن سعيد الوهيبي المركز الثالث. كان القدوم قوي هناك من خلال تواجد شعار بن بدر 4 دقائق 30 ثانية 7 أجزاء من الثانية هي زاخر عمر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. بينما اللي خذت المركز هناك الرابع ايضا دلما ب4 دقائق 31 ثانية 9 أجزاء من الثانية عبد الله بن غصاب راعي الطير العامري. المركز الخامس كان وصولها جميل للغاية هي من وصلت بشعار اليديلي عرايك مبارك بن حمد بن علي اليديلي 4 دقائق 32 ثانية وايضا جزئين من الثانية. تهانينا ونموس على هذا الفوز والانتصار للجميع.